مش المصايب؟ ادي احنا بقينا حراميه. الله، فكري بيضربني الحال يا فكري. الحقك على حبل المشنقه. مراتي مراتي انا اتطلق بسببك. انا يا جماعه ما يصحش، انتوا وكر واحد. وكر واحد ايه؟ انت فاكرنا ايه؟ حراميه؟ الله الله. وماله؟ وماله في حاجه اسمها وماله؟ ريحته وحشه، ريحته وحشه خالص. امسك. امشي. ما تستحمى يا اخي، استحمى. اقعد. نتفاهم بالعقل؟ مفيش بيني وبينك كلام. طب اسمع لي انت، امشي من جنبي، ما تشبهنيش بوقوفك معايا. امشي. الفلوس دخلت الشقة ازاي؟ مين غيرنا كان بيجي؟ برلنتي. هي برلنتي. هدى، ها؟ ايه اللي جابك هنا؟ واحدة اتصلت بيا وقالت ان عندها معلومات عن الحادث. نفس الكلام اللي قالته لي في التليفون. يا ترى مين؟ هنعرف دلوقتي. بس يا ريت صحيح تقدر توصلنا للدليل على براءتهم. نعم. انت لسه بتفكري في شريف؟ لا طبعا، انا تهمني سمعتي مستقبلي. النهارده مدير المحل الدنيا اجازه، خاف الزباين تشاور عليا وتقول مرات الحرام اهي. ولا انا ده انا بشوف المر في المدرسه. دي مصيبه يا هدى، كارثه. صباح الخير. قبل ما نتكلم في المهم، احب اقول لكم ان مفيش بيني وبين رجالتكم اي حاجه. كلكم بتقولوا كده. انا كنت مجرد سكرتيره في المكتب. ايه دوري عليه صدقك كده. يبقى مفيش داعي اقول لكم انا كلمتكم ليه في التليفون. استني، صحيح انت تعرفي حاجه عن اللي سرق الفلوس؟ الله، طب ما انتوا بتحبوهم اهو. الراجل اللي ما بيرتاحش في بيته لازم يدور على حته تانية عشان تريحه. يا سلام، يعني نسيب شغلنا بقى ونقعد لهم؟ ما حدش قال كده، لكن جوزك له حقوق عليكي، لازم تهتمي بيه، لازم تقفوا جنبهم وقت الشده، لازم تساعدوهم عشان يثبتوا براءتهم. براءتهم؟ مش هما اللي سرقوا. امال مين؟ مش شريف ولا فكري ولا احمد. احمد ماله؟ احمد سلمولي عليه وقولوا له فتش عن السكر، يمكن يوصل لحاجه. باي. فتش عن السكر دي فزوره. ما تطوليش ايدك، كفايه اللي عملوا الاسفلت في جتتي. احب الفت نظرك، ممنوع سيره الاب والام. يا اختي ازيك يا فكري؟ ازاي صحتك يا شريف؟ انا كنت بهزر ساعه ما طلبت الطلاق يا حبيبي. يعني متاكده اني بريء؟ وانا كمان، انا متاكده انك مش ممكن تخوني. سامع يا ظابط؟ افتح محضر واثبت الكلام ده. الله، مش لما نجيب الدليل. هو فين وانا اروح له؟ برلنتي، برلنتي هي اللي حدلنا. برلنتي هي اس المصايب دي كلها. ايوه، طوروا عليها. هاتوها. هدي نفسك يا حبيبي، هي بعت رساله لاحمد، هو مش معاكم؟ امال انا هكون محبوس فين؟ في مين هاوس؟ هي قالت لنا نقول له. قفتش على السكر؟ قفتش عنه فين؟ في الجمعيه. اسكت انت خالص خالص. ما تفكر يا احمد، اعمل طيب مره واحده في حياتك وحل لنا اللغز ده. ما هو ده شيء ما يتفهمش. قفتش على السكر ليه؟ هو انا ايه، نمله؟ وصلت ليلتنا بيضة. اجهز اجهز. حقي لازم اخد على دير المليم. ولا احنا يعني كنا عاملين غية؟ فلوس دي مش هيطلع منها حاجة، واللي اقوله يتسمع. مفهوم؟ يلا
ده انا موت قتيل ولا تسيبش حرقي. طب غور موت في حته تانيه. يلا وانت انكش على مسيح دمك. يلا يلا. انا هرجع الفلوس. بتتكلم جد؟ مفيش منها فايده. حكومة رصدا مرها، خصوصا بعد البوليس ما افرج على المغفلين التلاته. افرج عنهم امتى؟ انت ما عندكيش خبر ولا ايه؟ طب الحمد لله. ابقى رجعهم بقى. عيب، احنا ناس بتوع ربنا. تعالي معايا نجيب الفلوس من المخزن ونفكر سوا ازاي نرجعهم. هنتصرف، المهم ترجع. تعالى يا فندم. فتش عن السكر، يعني فتش عن حسين سكر. هو اللي سرق الفلوس. راجل ضلالي، عينه كانت بتزوق على الخزنه كل ما افتحها قدامه. يا فندم ادينا فرصه نجيبه هنا ونجبره على الاعتراف. بس اقعدوا شويه، خلونا نشوف طلبكم بالافراج المعقد. اقعدوا شويه. فين حسين سكر؟ مش عايزين لف ولا دوران. والنبي يا حضره الضابط، راح مع بنت المخزن. بيعمل معايا في المخزن؟ رد على الضابط. راح يجيبوا فلوس الشركه. المخزن ده فين؟ فين يا وليه؟ رد على الضابط. مش انا الضابط. امال مين فينا الضابط؟ انا الضابط، انا الضابط. هقول لك يا حضره الضابط، دي وزة الشيطان، وبكره كل شيء يرجع لحاله. ده حتى سي حسين. قولي لاخويا فين المخزن؟ خافت. ادي المبلغ كله، مش ناقص غير الشوية اللي حطيناهم في الشقه. ما هو البوليس اخدهم. الحمد لله، تبقى ذمتنا خالصه. يلا خلصونا من البلوه دي، طلعوه بره بره. اساعدكم؟ لا انت ارتاحي. بقول لك ايه، تعالي. ليه؟ ادخلي هنا. في ايه؟ ادخلي جوه. ليه؟ يلا. ايه ده؟ الله يرحم عليها، مش هتفوق الا بعد ساعتين ثلاثه. ولما تفوق تبلغ عنا. نكون بره البلد كلنا. يلا يلا يلا. لم النعمة يا مغفل لم. لم يا قفل لم. محدش يتحرك من مكانه. سيبوا الفلوس دي مطرحها. البوليس عرف مطرحكوا هتروحوا في داهية. اوعى. هتعمل ايه؟ استاذ سيدي اوعى تدور. اوعى تدور. اتفضل اخويا شرف. تعالى جيب انت كمان. تعالى تاني. برلانتي. يلا برلانتي. انا بحبك يا برلانتي. وانا كمان عايز اتجوزك. وانا كمان. تشهد على العقد ده فكري؟ انا اشهد. وانت يا شريف؟ اشهد. لا اله الا الله. محمد رسول الله. الله اكبر. الله اكبر. هتبوس اخويا. الحقونا! حد يفتح الباب يا ناس! حد يلاقي الصابون دلوقتي! افتحوا الباب! افتح الباب! طب اروح اتجوز وارجع استحمى عندكم! سلم نفسك! يا مهامي ده! انا حاضر على طول! امشي براحتك. يا بيضة افتحوا الباب يا عالم، ابعتوا حد يليفنا بقى. حموش يا اخوانا. خلاص خلاص. اهلا يا شاويش. انا ما عملتش حد. اهلا يا شاويش. انا ما عملتش حد. انا عملت بقى. انا عملت على روحي. سعيدة يا ابله. لا يا حبايبي، النهارده اجازه، ما في